سلام يا عمر، صباح الخير، صباح الحب، صباح الأيام السعيدة، صباح الأيام الجميلة، صباح القهوة، صباح التوست، صباح كل الأشياء الحلوة اللي بتشبه عيونك يا أبوشة قلبي. اليوم راح نتكلم عن موضوع صدق موضوع حمادة، أعتقد أنه كثير من الناس تحتاجه، وخصوصا الأيام هذه اللي ما أدري وش صاير العالم. راح نتكلم عن إيش الفرق بين الشخص الحزين والشخص المكتئب، وترى الآراء هذه ما هي بآرائي أنا، الآراء هذه أنا أخذتها ليش من آراء ناس كثير ومن تجاربهم. أبغى أقول لش أول شيء إنه الحزن شعور طبيعي، يمكن إنه كل الناس تحسه وتجربه وتمر فيه. يعني مثلا أنا ممكن أحس بالحزن لما أخسر شخص ما، لما أخسر شخص أنا حبيته، أو أحس بالحزن في مرحلة طلاق أو خسارة وظيفة أو حتى المشاكل المالية. وفي أسباب كثيرة تخلي الإنسان يدخل في حالة الحزن، يعني مثلا الحالات اللي يخيف فيها أملي في أحد أو حالات الصدمة، لكن الشعور هذا يتلاشى مع الوقت. أحيانا شعور الحزن هذا ممكن أني أصيح شوي كده على المخدة، أقوم الصباح ألاقي نفسي نسيته وخلاص، أو يعني ما عاد صار بهذيك الحدة اللي كان عليها أمس. الاكتئاب هو اضطراب عقلي يأثر على أشياء كثيرة في جوانب الحياة. الشخص الحزين يعيش أيام سعيدة وأيام حزينة، وممكن أنه في بعض الأوقات يتمنى أنه يموت، لكنه ما يفكر ابدا انه ينهي حياته. الحزين لما يظهر عليه الحزن يعبر عن سبب الحزن هذا، لكنه في وقت الحزن هذا ممكن انه يبتسم لو تذكر لحظه حلوه او تذكر شخص عزيز على قلبه. لكن الشخص المكتئب ما يظهر حزنه هذا، ولا يقدر حتى انه يشرح سبب اكتئابه، وما يلاقي غير الصمت المطلق. عنده مشاكل في النوم وفي الشهيه وفي الاختلاط بالناس، عنده مشاكل في التعامل، ومن اهم واكبر الاعراض انه عنده افكار انتحاريه جاده. احنا قلنا انه الشخص الحزين يتمنى الموت لكنه ما يقدم على الخطوه هذه ابدا. يعني انا مثلا اتمنى اني اموت، لكن انا تارك الامر هذا للقدر، كذا يكون الشخص الحزين. المكتئب فعلا يفكر في اي طريقه او اي وسيله ممكن انه ينهي فيها الحياه هذه. من اشكال الشخص الحزين احيانا يكون رافع اكتافه لكنه سرحان شارد ذهنه. بس عرفتي الشخص المهندم؟ عشان كذا ترى نلاقي انه الأشخاص الحزينين نلاقيهم كتاب أو شعراء، نلاقيهم رسامين، نلاقيهم مبدعين، بس لما تناظرين في تعابير وجهه تدركين فعلا إنه شخص حزين لكنه ما هو مكتئب. لكن وركزي هنا، الإنسان لما يصير حزين لفترة طويلة ممكن إنه يدخل في واحدة من مراحل الاكتئاب. يعني يبدأ إنه مثلا يرسم فما يحس بالمتعة اللي كان يحس بها زمان. لكن الحزين مبدع دائما، لأنه شوفي راح أقول ليش، الحزن دائما يظهر على الوجه لكن الاكتئاب دائما مخفي في القلب وبين حنايا الضلوع. يعني الشخص الحزين ممكن عادي انه يروح لعمله او وظيفته او مدرسته ويقدر انه يمارس انشطه كثير في حياته، لكن الشخص المكتئب تكون مهزومه ارادته. يعني مثلا لو انت شخص حزين، ممكن لو جت مثلا بنتك الصغيره كذا وحضنتك تبتسمين وتحسين انه انت حسيتي بسعاده في داخلك. المكتئب احيانا ما يحس باي مشاعر، وممكن انه الحزن هذا يزيد المه ويزيد شعوره بالحزن وبالكآبة. يعني زي ما قلنا قبل شوية انه الحزن ما يفقدش القدرة على التعامل وعلى التفاعلات اليومية، يعني راح تقومين بواجباتش بشكل عادي برغم كمية الحزن اللي انتي تحسينها. لكن الاكتئاب يفقد الانسان القدرة على ابسط الاشياء. يعني مثلا المكتئب ممكن انه يرن جواله ويحس انه صعب اني اقوم اخذ الجوال هذا وارد عليه، يحس وكأنه مخدر، يحس انه ما يقدر يتعامل مع اي شيء في الحياة. كمان الحزن سبحان الله يكون مؤقت. ليه؟ لانه الحزن يبدأ شديد، يعني مثلا بفقد احد او بمصيبه او بفقد وظيفه او بطلاق، وبعدين يبدا يتناقص مع الايام لحد ما الانسان ينساه وينسى اسبابه ويرجع بالتدريج لحياتها الطبيعيه. صح انه الانسان هذا ممكن انه يبقى حزين، لكن درجه الحزن تكون خفت كثير، يبدا يتقبل حياته، يبدا يتماشى معاها، يتاقلم مع الحياه الطبيعيه والحياه العاديه. بس اللي في داخله حزن هو حاس فيه، يعني موجوده كذا نقطه الحزن هذه لكنها ما عادت تاثر زي بدايه تعرضه للحادث او الحادثه اللي سببت لها الحزن. لكن الاكتئاب يسلك سلوك عكسي تماما. الاكتئاب يبدا صغير صغنن، يعني مجرد حزن بسيط او قلق او موقف من شخص معين، ويكبر مع الايام. الاكتئاب ممكن يجي بسبب اغتصاب او عنف او فراق جاء بطريقه مؤلمه، فيلاقي المكتئب نفسه مع الوقت بدا يصير بليد وما يحرك ساكن، لانه ترى في المرحله هذه عقل المكتئب يتعامل مع الاشياء هذه كلها بشكل انتحاري، يعيق وصول المعلومات الى ادراكه
إلى عقله، فمخه خلاص ما عاد يقدر إنه يحميه من صعوبة الحدث أو المشهد أو الأمر اللي صار. المكتئب واللي وصل إلى مرحلة عميقة من الاكتئاب هذا ما ينفع إلا إنه يتعامل معاه طبيب نفسي مختص. لأنه شوفي، لو جيتي وقلتي لشخص مكتئب ترى يعني الدنيا بخير ولا تكبر الأمور والله يهديك، يعني اضحك وفرفش، ترى الحياة فانية وترى الدنيا ما تستاهل، الأمور هذه ما تأكل معها بريالين وممكن إنها تزيد انتكاسته. الشخص المكتئب إذا جاش وتكلم معاش اسمعي له بس وطبطبي عليه وقولي له إيش تحسين فيه وإنه أنتي تتمنين إنه يتجاوز المرحلة هذه. احكي له إنه الدنيا جميلة وإنه في ألوان ثانية في الحياة، بس لا تخلينه يحس إنه أنتي تقولي له الكلام هذا وتملين عليه عشان يغير من النمط اللي هو عايش عليه. لا، وكمان لما تحكينها له احكيها له بلطف وكأنه أنتي بس توصفين لوحة لشخص في مكان ثاني. النصيحة اللي ودي أقولها لأي إنسان في الحياة هذه، مو شرط إنه يكون حزين أو مكتئب أو تعيس، أبغى أقول إنه إذا تكالبت الحياة على الإنسان وحس إنه غرق في الحياة هذه، قلبي القرآن وتكلمي مع رب العالمين، ترى والله العظيم ما راح تلقي لذة في الحياة واسأليني أكبر من إنه أنت يكون بينش حوار وبين رب العالمين. ترى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، راح يكتبها لمن؟ للذين يتقون. يعني ترى رب العالمين رحمتها شملت كل شيء في الدنيا وكل مخلوق، مو بس في الدنيا، في الملكوت العظيم هذا ترى الله رحمه وغمره بفضله وإحسانه. الله رحمته تدرك حتى النملة اللي إحنا ما نبقى بها، إنه الإنسان يتكلم مع خالق الكون هذا البديع المبدع، لإنه الموت جاي في يوم من الأيام ولا بد لا بد لا بد إنه إحنا نشرب من كاسة. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه إنه الحياة كلها واللي عليها واللي فيها ما يساوي ولا شيء، وإنه الإنسان مفروض إنه يتقرب من الله ويتحدث معه في سجوده ويقول له كل اللي يحزنه وكل اللي يألمه، ويطلب من الله إنه يرفع عنه البلاء اللي يحسه. يعني أيا كان حزنش أو اكتئابش أو ألمش، قومي الصباح سوي ليش كاسة قهوة وسوي كذا فطور خفيف. ليش أقول قومي الصباح؟ قومي في الوقت اللي تبتدي فيه الحياة، اللي الحياة تقول فيها صباح الخير، صلي في وقتها، اقرأ قرآن، اتفرجي على المقاطع اللي فيها طبيعة، فيها أنهار وبحار وشلالات وفيها طيور. المقاطع هذه ترى موجودة كثير على يوتيوب، راح تلاقينها باسم ريلاكسيشن أو ريلاكس أو هدوء، اتأملي فيها. والله العظيم إنه المقاطع هذه أنا قعدت عليها يمكن حول 5 أو 6 شهور يوميا أجلس عليها، فسبحان الله كذا تسوي عندي امتنان، تخليش تجلسين تقولين يا إلهي كيف إنه أنت أبدعت في هذا كله، وتيقنين إنه ما في شيء صعب عليه، اللي خلق هذا كله ما في شيء صعب عليه، ما يعجز عليه شيء. غير كذا إني ما أبغاش تنسين إنه الله سبحانه وتعالى يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يعني ترى اللي أنت فيه من ألم أو شدة أو حزن، لو أنت صابر عليه أو ناوية إنه أنت تصبرين وتتحملين، فخلي كذا في نية لطيفة وجميلة إنه أنت صابرة لحكم الله، لأنه هذا الشيء الله اللي قدره، عشان تشملش الآية فإنك بأعيننا. يا الله يا الله، تخيلي انه انت الله يقول لي ترش في عيوني يا الهي. كمان ما ابغاش تلومين نفسك باي شكل من الاشكال، لانه لوم النفس يخلي الانسان يحس بالسوء. في الاخير ترى الموت جاي لكل حي وكل حي راح يموت، وما راح يبقى الا وجه رب العالمين، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يعني ترى كل لحظه انت تعيشينها اليوم بكره راح تكون صفحه، راح تنحط في مكان معين. فاعملي لليوم هذا، ترى كل اللي في الحياه هنا، الطيور والدواب والاشجار كلها عارفه انها في يوم من الايام راح تموت، بس قاعده تؤدي رسالتها حتى لو كانت رساله بسيطه. فانت ادي رسالتك حتى لو انه انت بس تشكرين الله انه الله اوجدك في الحياه هذه حتى لو كنت حزينه. بالاخير راح ارجع واقول انه التشخيصات اللي انا ذكرتها هي اشياء ومعلومات انا جمعتها عن شعور المكتئب وشعور الحزين والتفريق بينهم. يعني الفيديو هذا ما هي معلومات انا اعرفها لانه انا مو طبيب ولا معالج. بالأخير لو عجبك الكلام اللي أنا حطيته لك يا أبو شت قلبي، فحط لي كذا لايك من يدك الحلوة. آخر شيء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة، في أمان الله، باي.